السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. صار موقف لأحد المشايخ مع أحد المسؤولين، وحقيقة يقول جاء في نفسي عليه الشيء الكثير، وهذا المسؤول يقول ظلمني، يقول والله إني كل يوم أدعي عليه حتى في قيام الليل، يقول ولا ارتحت نفسيا، يقول المهم وأنا أدعي عليه كل يوم، يقول ما ارتحت. يقول رحت ذاك اليوم لمكة أخذ عمرة، يقول وأنا في مكة، يقول المهم وأنا في الطواف بعد ما انتهيت من الطواف صليت ركعتين، بعد ما صليت ركعتين يقول اللهم إني سامحت جميع الناس فسامحني وعفوت عنهم فاعف عني. يقول ودعيت لكل من ظلمني وكل من أشغلني، يقول والله الذي لا إله غيره، يقول والله الذي لا إله غيره أني ارتحت راحة نفسية ما يعلم فيها إلا فاطر السماوات والأرض. يقول ما أقدر أوصف لك شعوري عندما عفوت عنه وعن غيره، يقول شعور غير طبيعي. ثم جاني ينصحني هو، يقول لا تحمل في قلبك على أحد شيء، يقول اترك الدنيا هذه ماشية وكل إنسان بحاسبه ربي جل وعلا. فأنا معك أنت ومعك أنت، إذا كان جايتك أذية من أي أحد بتقول لي أنها ثقيلة على النفس أني أعفو عنه وهو أشغلني وأذاني وأنا ما جيته. أنا أدري أنها ثقيلة، لكن الجنة غالية ولازم ندفع الغالي والنفيس علشان ندخل هذه الجنة. وإذا عفونا نحن عن أي أحد أذانا أو أي أحد أشغلنا أو أي أحد تكلم في عرضنا، إذا عفونا نريد بذلك وجه الله. من الذي سوف يجازيني؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن الله يعني، أليس كذلك؟ سوف يرضى بإذن الله إذا نترك من أجل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يدني اثنين تخاصموا في الدنيا وماتوا ولم يصطلحوا، يعني اثنين ماتوا وهذا في قلبه على هذا، يوم القيامة يدنيهم الله جل وعلا عنده ويقول يا عبدي اعفو عن أخيك، ثم يقول يا ربي قد ظلمني وفعل وفعل، فتؤخذ من حسنات هذا وتوضع لهذا حتى أن يهلك الذي ظلم. ثم يقدر الله جل وعلا لصاحب الحق أن يلتفت يمين، فإذا التفت يرى الجنة ويرى الحور العين والأنهار التي تجري، ثم يقول يا ربي لمن هذه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هذه لمن أتى بالثمن، ثم يقول يا ربي وما ثمنها؟ يقول الله جل وعلا ثمنها أن تعفو عن أخيك، فيقول هو يا ربي قد عفوت عنه، فيقول الله سبحانه خذ بيد أخيك وادخل أنت وهو الجنة. لذلك الليلة هذه لا تنوم إلا وأنت مسامح جميع الناس. قل معي اللهم إني سامحت جميع الناس، اللهم فسامحني، وعفوت عن جميع الناس، اللهم فاعفو عني. والله أنك بترتاح نفسيا وبتستانس اليوم. جرب وتراني أتكلم عن شيء أنا جربته شخصيا، جاءتني أذية والحمد لله وعفوت، أريد بذلك وجه الله، والله إني ارتحت نفسيا. والله العظيم إن العفو يرفعك ويعزك الله عز وجل وترتاح نفسيا وتزين أمورك، وخصمك اللي يذيك صدقني إنه في دبور وفي هم وفي مشاكل ما الله بها عليم، فأنت سامح واترك لله. لو تشوف عزكم الله كلب تحرقه النار تتركه ولا بتنقذه؟ والله أنك ستنقذه. في أحد إذا رأى كلب تحرق النار يتركه؟ أنا أول واحد لو رأيته والله لأنقذه. فمن باب أولى اللي في قلبه لا إله إلا الله ننقذه من النار، ننقذه من المشاكل والمصائب اللي بتجيه بسبب ظلمه لنا. نحن نكون رحماء على الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الأمة، فأنا وأنت لابد أن يكون منهجي ومنهجك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحيما على الأمة عليه الصلاة والسلام. صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عن من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن. فهذه صفات ما يصل إليها إلا من جاء عنده تعظيم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يسعد الوجه وأن ييسر أمرك ويشرح صدرك، لكن طالبك
لا تنوم الليلة هذه إلا وأنت وأنت مسامح جميع من ظلمك. تريد بذلك وجه الله، يمكن الله عز وجل يحفظ لك الأشياء الغالية التي تخاف من زوالها، نعمة الصحة، نعمة الأبناء، نعمة الزوجة، نعمة البيت، نعمة السيارة، نعمة كل ما تملكه، نعمة الوظيفة، نعمة العقل، هذه نعم عظيمة. يمكن بعفوك هذا الله عز وجل يحفظ لك هذه النعم اللي عندك، لأنك تريد الله وتريد الجنة وتريد أن الله يرضى عنك. اترك ولا تنام هذه الليلة إلا بعد أن تسامح أخوانك المسلمين. السلام عليكم.